أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة الكوسة بالبشاميل اللي لما بنعملها لها مدرسة، ساعات مننا تصيص، ساعات يبقى فيها صوص كتير، الكوسة تنزل المية بتاعتها على اللحمة المفرومة على البشاميل، تبقى العملية مش مفهومة. حكاية الكوسة بالبشاميل لها تركية، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، باللحمة بالفراخ زي ما انت حابة. معانا كمان النهاردة طاجن الفول بالطماطم اللي أنا بحبه، ممكن على وجبة الفطار، وجبة الغداء، وجبة العشاء. طبق الفول ده أساسي في حياتنا، ولكن إحنا شطار جدا في عمايله، والفول من الأكلات المصرية الموثقة في أنحاء العالم. فول بالطماطم أكيد برضو ليه تركاية، كزبرة خضراء، بقدونس حسب الرغبة. طبعا معايا النهاردة عصير السموزي الكيوي بالليمون، كيوي فيتامين سي. الكيوي مهم جدا، الأطفال مش بيحبوا ياكلوه أو يستخدموه كعصير لأنه فيه شوية حموضة ومزازة، فتعالوا نعمله النهاردة سموزي مع ليمون وسكر أو عسل، هيعجبكم على فكرة. ودي من العصائر المفيدة اللي بتمد الأطفال بالذات وخاصة كمان الكبار بالطاقة وفيتامين سي، ومهم جدا. تعالوا مع بعض نشوف إزاي نعمل السموزي. سموزي بالكيوي والليمون، حلو الكلام؟ تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي، ولكن النظافة مطلوبة منك يا ست الكل عشان المفاجآت اللي ممكن تتم وانت واقفة في المطبخ. جوزك، ولادك، بنوتك، المقادير على الشاشة. معانا كيوي وعصير ليمون ونعناع، يا بتاع النعناع يا منعنع، وتلج. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. حلو قوي، بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده لسه، اصبر على رزقك. كيوي طبعا، وانت بتشتغلي في العصير مهم جدا تغيري الجلافزات بتاعك، المعلقه، الشوكه، السكينه، طبق، كل حاجه. ادي النعناع مع الكيوي بينزل في قلب الخلاط، ماء مثلج. وانا قلت لحضراتكم قبل كده السموزي والعصيرات بالذات المثلجه يفضل وضع الفواكه في الديب فريزر عشان السكينه بتاعه الخلاط ما تتكسرش منك، لانك لو حطيتي تلج مره واثنين وثلاثه هتلاقي السكينه دي اتكسرت في قلب العصير وتدعي عليا بدل ما تقولي لي كلمه حلوه. اه حلو قوي. السكر مع الكيوي يبقى طعمه لطيف. حلو. الماء المثلج معايا. يا صبابين المية، زيدوا حالتها في قلب الخلاط. شفت الحلاوة؟ شفت الجمال ده كده؟ اللهم صل على النبي. شكرا لصديقي، طبعا صديقي واحلى صديق، خلاط، كبه، سكينه حلوه، اسبتيوله حلوه احب امسكها في ايدي، اكسسوارات المطبخ دي هي اصدقائك، هم المساعدين بتوعك عشان كده تهتم بيهم، من مصروف البيت توفر الحاجات الصغيره. عينيا انا زعلان. اهو هننزل ده كده، اهو اهو تركايه البيض مع الفول دي مع المغازي وبس، دي المدرسة المغازية يا ويلي. هو ده، شفت العصير؟ هو ده. اه اللهم صل على النبي. تمام، حلقتنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين فيها شوية هزار، اه فيها شوية خف الدم، انتوا اللي تقولوا مش انا. الناس بتقول لي دمك خفيف على الشاشة يا شيف، هل ده صحيح ام صحيح؟ قولوا على السوشيال ميديا. معانا طاجن الفول بالبيض وحقوق الطبع لدينا وبس. وجود البيض ما اتحط مع الطريقة والتركاية ونازل على وش الطاجن ده مهم جدا على فكرة.
وكمان عملنا الكوسة بالبشاميل بالمدرسة المغازية بطريقة مختلفة، عملناها مليون مرة، وشوفوا الكلام ده على جوجل والصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي، ولكن المرة دي بطريقة مختلفة. عملنا السموزي الجميل الحلو بالكيوي والليمون بطريقة السكر مع النعناع. رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا عم الشيف؟ من مس بيرو.